السلام عليكم مشاهدات ومتتبعات قناة وصفات مغربية وعالمية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيتكم في فيديو جديد، غادي نقدم لكم في هذا الفيديو هذا واحد دويرة في محل الأواني. هذا المحل هذا سميتو كريستال كلاس إلياس، كريستال كلاس إلياس جا في شارع مكسيك قصرية الجزيرة طنجة. هاد المحل هذا كيبيع جميع الديكورات والسرايات والهدايا المنزلية، وكما كتعرفوا انه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يعني الاغلبية النساء كيعجبهم انهم يقتنيوا شي حاجة الاواني جديدة للمطبخ ديالهم، سواء زلايف سواء طباصال سوبيرات. فهاد المحل هذا عنده حوايج مزيونين بزاف، ديكورات رائعة جدا، ودخل واحد الكوليكسيون جديده 2018 د سوبيرات وزلايف والطباصل، يعني زواقات جداد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وشوفوا متعوا عويناتكم. يعني في الحقيقه انا ما شريت حتى حاجه من هذا المحل هذا، وماشي ضروري انه كل ما خرجنا ولا بد نشريو شي حاجه. شي خطرات الواحد غير كيمتع عويناتو كما كيقولوا، اللي ما شرا يتنزه اولا. يلا فرجه ممتعه. وفي الاخير بغيت نقول لكم عواشركم مبروك على الجميع، فرمضان المبارك قرب، فاللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر ونحن في احسن حال ان شاء الله. واللي عجبها الفيديو تضغط جيم وتبارتاجيه مع الاصدقاء والاحباب ديالها، واللي اول مرة كتشوفني في المرج ودعم قناة وصفات مغربية وعالمية بالمزيد من الاشتراكات والضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. يعني الضغط على الجرس لابد من، حيت اذا ما ضغطوش على الجرس ما غاديش توصلوا فيديوهاتي الجديدة. وشكرا.